بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 150. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. في كتاب الطلاق قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإن قال أنت علي حرام أو كظهر أمي فهو ظهار ولو نوى به الطلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. لما فرغ المؤلف رحمه الله من بيان ألفاظ الطلاق الصريحة والكناية الظاهرة والكناية الخفية، ذكر في هذا الفصل ألفاظا تصدر وهي محتملة للطلاق وغيره، ليرى ما الحكم فيها. نعم. فإذا قال أنت علي حرام أو كظهر أمي فهو ظهار ولو نوى به الطلاق. إذا قال أنت علي حرام واجهها بذلك، أو قال أنت علي كظهر أمي، فهذا ظهار، هذا ظاهره الظهار. أنت علي حرام الظاهر فيه أنه ظهار، وأما قوله أنت كظهر أمي فهذا ظهار صريح. نعم. ظهار صريح، لأنه شبهها بأمه. الله جل وعلا يقول في قصة المجادلة، في قصة المجادلة: والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. يظاهرون من نسائهم بأن يقول أنت علي كظهر أمي وما أشبه ذلك من الألفاظ، فهذا صريح في الظهار. ولو ادعى أنه طلاق أو أنه نوى به الطلاق لم يقبل منه ذلك. والفرق بين الظهار والطلاق أن الظهار ليس فراقا وإنما هو يمين مكفرة، وأما الطلاق فإنه فراق، فيلزمه ما يلزم المظاهر في قوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به الله بما تعملون خبير، فمن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله تلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. فهذا ظهار وهذه كفارته. نعم. ثابكم الله. قال: وكذلك ما أحل الله علي حرام. نعم. وإن قال ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق طلقت ثلاثا. وكذلك يعني مثل أنت علي كظهر أمي، أو أنت علي حرام، مثل مثله لو قال ما أحل الله، ما أحل الله علي حرام. ما أحل الله هذا ينصرف إلى زوجته. نعم. والتحريم معناه إذا حرم زوجته فهذا ظهار وهي يمين مكفرة. نعم. وإن قال ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق طلقت ثلاثا. أما إذا قال ما أحل الله علي حرام وفسره فقال أعني به الطلاق، فإنه يكون طلاقا، فإنه يكون طلاقا، ويكون طلاقا بائنا،
لأن الطلاق الذي يحرم هو الثلاث، الطلاق الذي يحرمها عليه هو الثلاث، ولأن كلمة الطلاق بالألف واللام للاستغراق، يعني فيستغرق جميع عدد الطلاق. نعم. وأما لو قال أعني به طلاقا منكر فإنه يكون طلقة واحدة. نعم. وإن قال أعني به طلاقا فواحدة. نعم. وإن قال كالميتة والدم والخنزير وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين. إذا قال أنت علي كالميتة، لأن الله حرم الميتة. نعم. والدم، لأن الله حرم الدم. والخنزير كذلك، قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. فإذا قال أنت علي كالميتة أو كالدم أو أنت كلحم الخنزير فإنه يرجع إلى نيته، لأن هذه الألفاظ محتملة لأحد ثلاثة أمور: إما الطلاق، وإما الظهار، وإما اليمين. فإذا فسر وقال أنا نويت الطلاق صار طلاقا، وإن فسر وقال أنا نويت الظهار صار ظهارا، وإن قال أنا نويت اليمين صار يمينا. فإذا كان نوى به الطلاق فإنه تطلق منه على ما سبق. نعم. أعني به الطلاق أو أعني به طلاقا على التفصيل. نعم. وإن نوى به الظهار صار ظهارا وفيه كفارة الظهار المذكورة في أول سورة المجادلة. وإن نوى به يمينا ففيه كفارة اليمين، وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم 3 أيام. نعم. ثابكم الله. قال وإن لم ينوي شيئا فظهار، في أنه إذا قالها أحد هذه الألفاظ ولم ينوي شيئا فإنه يجعل ظهارا، لأنه يجعل ظهارا، لأن تحريم الزوجة يكون ظهارا إلا إذا نوى غيره. نعم. وإن قال حلفت بالطلاق وكذب لزمه حكما. إذا قال حلفت بالطلاق على كذا وكذا، أو أنا طلقت إنه لابد من إنه يحصل كذا أو لا يحصل كذا، فوقال أنا كذبت في قول أنا ما حلفت بالطلاق، فنؤاخذه بما أخبر به عن نفسه ولا نقبل تراجعه، لأن هذه أمور تحليل وتحريم ولا يجوز التلاعب بها، فنحكم عليه بما تلفظ به ويجعل حالفا بالطلاق ويرتب عليه الحكم. نعم. وإن قال أمرك بيدك ملكت 3 ولو نوى 1. الطلاق بيد الزوج، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، فهو ملك للزوج. والله جل وعلا خاطب به الرجال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء طلقوهن لعدتهن. فإذا وكلها، يجوز لأنه يوكل زوجته في تطليق نفسها، لأن هذا شيء له ووكل به امرأته، فالوكالة في هذا تصح بالنسبة للزوجة. إذا وكلها في طلاق نفسها فإن الوكالة صحيحة. أما لو وكلها في طلاق غيرها إنها لا تصح الوكالة. فإذا قال لها أمرك بيدك فهذا تفويض، والمراد بأمرك بيدك أي طلاقك بيدك، فإن هذا توكيل صحيح، لأنه صدر ممن يملكه، فتملك 3. يعني قول أمرك بيدك هذا معناه أنه أعطاها الحرية في أن تطلق نفسها ما شاءت. نعم. فتملك 3، فإذا طلقت نفسها 3 وقعت، وإن طلقت نفسها 2 وقعت، وإن طلقت نفسها 1 وقعت،
لأن هذا كله يشمله قوله أمرك بيدك. نعم. ولو نوى واحدة، ولو قال أنا ما نويت إلا واحدة، لأن هذا خلاف قوله أمرك بيدك، لأن كلمة أمرك بيدك معناه إطلاق التوكيل ولم يحدد لها، فتملك الثلاث ولو ادعى أنه نوى غيرها. فنحن نأخذ باللفظ ولا نأخذ بالنية. نعم. ويتراخى ما لم يطأ أو يطلق، وهذه الوكالة، هذه الوكالة لها في أن تطلق نفسها تتراخى، يعني ما يلزمها أن تطلق نفسها في الحال، فلو طلقت نفسها بعد ساعة أو بعد يوم أو بعد يومين ما لم يعزلها فإنها تملك أن تطلق نفسها في أي وقت شاءت، لأن الوكالة مطلقة. نعم. ما لم يطأ أو يطلق أو يفسخ، ما لم يدل دليل على الفسخ، فإذا دل دليل على فسخ الوكالة فإنها تنفسخ. ومن الأدلة أن يطأها، فإذا وطئها فهذا دليل على الفسخ، فسخ الوكالة، وأنه راغب فيها، هذا واحد. أو يطلق، أو هو يطلقها، فإذا طلقها انفسخ توكيلها في طلاق نفسها. نعم. أو يفسخ، أو يفسخ بمعنى يفسخ النكاح، بأن يطلب منها مالا تدفعه له ويفسخها ويخالعها، فحينئذ يبطل توكيله وقوله لها أمرك بيدك. نعم. ويختص اختاري نفسك بواحدة وبالمجلس المتصل. أما إذا قال اختاري نفسك فإنه يدل على التوكيل، ولكن لا تملك إلا واحدة، لا تملك أكثر من واحدة، فلها أن تطلق نفسها طلقة واحدة، لأن هذا اللفظ لا يحتمل الثلاث. نعم. نعم. وبالمجلس المتصل، قال يختص بواحدة وبالمجلس المتصل يعني ما لم يزدها، يعني يشترط أو سبق أنه إذا قال أمرك بيدك أن هذا لا يختص بالمجلس. نعم. بل هو على التراخي. أما إذا قال لها أمرك بيدك فهذا يختص بأن لها أن تطلق في المجلس. إذا قال اختاري نفسك، إيه نعم، تطلق في المجلس ما دامت في المجلس، فلو انتهى المجلس ولم تطلق انتهت الوكالة. نعم. لأن قوله اختاري نفسك هذا يعني في الحال. نعم. قال ما لم يزدها فيهما، ما لم يزدها في العدد، اختاري نفسك ما شئت من الطلاق، أو يزدها في المجلس ويقول متى شئت فاختاري نفسك، فإذا زادها في العدد أو في المجلس فإنه يملك ذلك، وهي تملك ما وكلها فيه من زيادة العدد أو زيادة المجلس. نعم. فإن ردت أو وطئ أو طلق أو فسخ بطل خيارها. نعم. إذا قال لها اختاري نفسك ثم ردت هي قالت لا أنا ما أطلق نفسي، بطل خيارها. نعم. أو وطئ، أو وطئ فهذا يفسخ الوكالة كما سبق. نعم. أو طلق، أو طلق هذا يفسخ الوكالة كما سبق لأنه باشر الطلاق هو. نعم. أو فسخ، أو فسخ كما سبق، فسخ العقد يعني بطل خيارها، بطل تخييره لها بقوله اختاري نفسك، يعني بطلت الوكالة. نعم. أحسن الله إليكم. المؤلف ذهب في باب جديد، باب ما يختلف به عدد الطلاق، لكن قبل أن ندلف إلى الباب القادم نتوجه إلى فضيلتكم بسؤال. الشيخ صاحب الوزارة في المجتمع السعودي تقرأ كثيرا عن حالات الطلاق المنتشرة جدا، وجهان نريد أن نتكلم عنهما ما شئت يعني ما بقي من الوقت جزاك الله خير، في أسباب ذلك وتوجيهك للأزواج والزوجات في علاج هذه الظاهرة. أولا الطلاق لابد سيقع في المجتمع، الحمد لله شيء ظاهر وشيء شرعه الله سبحانه وتعالى، ولا يستنكر الطلاق إلا النصارى أو من هو متأثر بثقافتهم. فالطلاق شيء جعله الله للمسلمين، وفيه فرج للزوج وفرج للزوجة إذا لم يستقم الحال
ولم تستقم الزوجية فقد جعل الله في الطلاق مخرجا. قال تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. كما سبق في أول الباب أن الطلاق أحيانا يجب وأحيانا يستحب وأحيانا يحرم وأحيانا يكره وأحيانا يباح حسب الأحوال حسب الظروف. ثانيا، إذا كان الطلاق ليس له سبب وليس له موجب، وإنما هذا الرجل يتزوج ويطلق ويتزوج، هذا المطلاق وهذا من الذواقين، فلا يجوز الطلاق أو يكره له الطلاق من غير ما سبب يقتضي ذلك، لما يترتب عليه من شتاث الأسر ومن تأيم النساء ومن تعرض الرجال والنساء للوقوع في فساد الأخلاق، لأن بقاء الزوجية مطلوب. إذا صلح الحال واستقامت العشرة بين الزوجين فبقاء الزواج مطلوب، فكونه يفسد هذا الزواج الذي هو سائر على الوجه الصحيح والسيرة الطيبة، كونه يفسده هذا منهي عنه، وفيه مضار في المجتمع لا تخفى. وثالثا، التسرع في الطلاق عند الغضب أو عند أي مخالفة من بعض الرجال، فإنه يتخذ الطلاق سلاحا يشهره في وجه المرأة المسكينة، أي مخالفة أو أي شيء يحصل بينه وبينها يشهر عليها سلاح الطلاق، فهذا أمر منهي عنه. فالإنسان يملك لسانه، وإذا أراد يتكلم بشيء يربي به المرأة ويوجه المرأة فليكن بغير الطلاق من الألفاظ التي لا مضرة تترتب عليها. ففشو الطلاق في المجتمع له أسباب بلا شك، منها يعني حدة الرجال وسوء أخلاقهم، وقد يكون الطلاق بسبب من قبل المرأة، تكون المرأة أيضا متبرمة لزوجها ومتمنعة عن خدمته وعن تمكينه من نفسها بما أباح الله سبحانه وتعالى، فالزوج يحمله ذلك على الطلاق، والسبب هي سوء سيرة المرأة معه. فنحن كما نلوم الرجال نلوم النساء أيضا بأن تحسن العشرة مع زوجها وأن تراعي زوجها. وكذلك من أسباب الطلاق ما جد في هذا العصر من أعمال النساء خارج البيت بالأعمال الوظيفية، فالمرأة تتوظف تخرج لوظيفتها وتترك البيت وتترك الأولاد وتترك الزوج أيضا، وقد تسافر لعمل وظيفي إلى بلد آخر، فالزوج يحتاج إلى امرأة تكون في متناول يده وفي بيته، فإذا كانت تذهب إلى أعمالها وإلى وظيفتها والزوج يريد زوجة يسكن إليها، جعل لكم من أنفسكم أزواجا تسكنوا إليها وجعل منها زوجها ليسكن إليها، الزوجة سكن للزوج، إذا كانت متعلقة بالأعمال الوظيفية فإن هذا خراب البيوت وخراب الأسر،
فهذا يترتب عليه الطلاق. وسبب ومن أسباب كثرة الطلاق في هذا العصر الظاهرة هو هذا، أن النساء تعلقت بالأعمال الوظيفية وجعلت حق الزوج شيء لا يوبه له ولا يعبأ به، فهذا من أهم الأسباب التي توقع في الطلاق. فالمرأة إذا تزوجت فعملها الرسمي والأساسي والمفيد في بيتها ومع أولادها ومع زوجها، هذا هو العمل المفيد. نعم. في ظنك نظركم يا شيخ، تأثر الشباب، أي هذه أكثر تأثيرا في وقوع الزواج في مجتمعنا؟ تأثر الشباب بالأفلام وعشق الجسد والجمال، أو نشوز النساء عن الطاعة وعدم العناية بزوجها مثل ما تفضلتم، أيها أكثر؟ هل يكون السبب الأول سبب الرجال؟ كذلك من الأسباب، وهذا سبب نبهت عليه جزاك الله خيرا، وهو الفتن المعاصرة، من النظر في الأفلام وفي المحطات الفضائية وما يعرض فيها من النساء المتبرجات والجميلات والمتجملات، فإذا نظر إليها وقارنها مع زوجته زهد في زوجته، فيؤدي هذا إلى طلاقها، لأنه تعلق قلبه بهذا المشهد ونفر من زوجته. وكذلك من أسباب الطلاق أيضا أسفار الرجال إلى الخارج في الإجازات أو في النزهة أو ما أشبه ذلك، إذا سافروا إلى تلك البلاد ورأوا النساء المتبذلات السافرات، فإنهم يرجعون زاهدين في نسائهم لما شاهدوه من مناظر هؤلاء النساء الفاتنات. نعم. طيب أنت كوالد للزوجة، ليس كرجل يدافع عن حقوق الأزواج، النساء ملت من الدفاع عن حقوق الأزواج، نحن نقول نتكلم لمصلحة الزوجة، ونسألك كوالد لبنات مجتمعك جميعا، هل يمكن أن نقول تستطيع المرأة أن تحافظ على زوجها؟ وأنا أعرف رجل يثني على زوجته يقول أنها تحلف، تقول والله لا أجعلنك تفرح بيوم عقدك علي، كان زوجته الثالثة، هل يمكن شرعا وعقلا أن تدعو أنت النساء أنه تستطيع فعلا المرأة مهما كان المؤثرات التي تواجهها من شدة زوجها وشراسة خلقه وكثرة الفتن، أنها لو شاءت بحسن التباعد والتلطف واحتساب عند الله لو شاءت حافظت على زوجها؟ لا يمكن شك أن نقول ذلك؟ لا شك أن المرأة لها دور كبير في جلب مودة زوجها والتبعل له وحسن السيرة معه، فقد تأثيره بأخلاقها وتأثيره بسيرتها الحميدة معه، ولو لم يكن راغبا فيها 100%، فقد يكون الرجل نظرته إلى المرأة ليست بالنظرة الجيدة، لكن إذا كانت المرأة وهبت أخلاقا حسنة وتعاملا طيبا وسيرة حميدة، فإنها تأسر زوجها فيغضي بصره عن ما فيها من نقص. وهذا كما قال صلى الله عليه وسلم في أنه لا يفرك المؤمن مؤمنة، إن سخط منها خلقا رضي منها خلقا آخر. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن المرأة لابد يكون فيها شيء من العوج، لأنها خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها، وإن استمتعت بها وفيها عوج. نعم. السلام عليكم. يبدو أن هذا الحديث الوصية للرجال بالرفق بالنساء. ما في شك. نعم. إن الرجل ما هو لازم يرغب في المرأة 100%، قد يكون عنده شيء من النفور منها، أو يكره شيء من أخلاقها أو من جسدها وعدم جمالها، لكن ينظر إلى المصالح العظيمة المترتبة وإلى ما فيها من بقية الأخلاق الكريمة والسيرة الحسنة، فيتغاضى عن الشيء اليسير.
حسنا، حينما نقول هذا للنساء قد تقول بعض النساء: لماذا تريدون أن نقدم نحن وماذا يريد قدم الزوج؟ كيف نجيب؟ هل نقول نعم. لأنك أنفع بالبقاء، يعني منفعة البقاء لها أعظم؟ لا شك أن الله جل وعلا حث الرجال والنساء كل منهما أن يحسن إلى الآخر. قال تعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فإذا وحدود الله المراد بها هنا حقوق الأزواج بعضهم على بعض، فإذا كانت الحال مستقيمة وكل يؤدي ما عليه فإن الحال تستمر. والله جل وعلا لما ذكر حقوق الرجال قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم. إخوتنا المستمعين الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في نهاية الحلقة هذه تحية من زميلي في هندسة الصوت مشعل الدهيشي، حتى نلقاكم إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.